العميد، تحية سيد الأمين الجهوي، تحية سيد الأمين الإقليمي، السادة الرمنيين ديال الحزب، السادة رؤساء الجامعات، المنتخبون، الحضور الكريم، المناضلين والمناضلات. أولاً كنلوه بهذا المؤتمر الإقليمي اللي جا في واحد السياق اللي عرفوا المملكة المغربية وهو الانتخابات ديال جوتمبير 2021. وكما شاور الاخوان اللي بفضل الجهودات ديال المنتخبين والمناضلين حصلنا على المرتبه الاولى في الاقليم وحصلنا على عدد مهم من الجامعات منهم جامعه تازه وجامعه اكلول جامعه كبيره وما نساوش جامعه صبري في راسي باش السيد الرئيس ما يبقاش في الحال. في هذه المناسبه كنحاول نطلب من القياده الجهويه والقياده الإقليمية باش تعطي واحد الدعم للجامعات اللي مقسمة القانونية، وكذلك ما ننساوش الجامعات اللي فيها. سيد عمد مدينة تازة، سادة رؤساء الجامعات الترابية، سادة النواب الرؤساء، المناضلين والمناضلات اللي تأثروا في المسألة، وما ننساوش سادة الضيوف ديالنا حتى راه معنا اليوم الناس اللي مشوا مع القانون، تحية خاصة لكم. تحية قانونية خاصة للنساء حزب العصارة والمعصرة، ونبغي نقول المرأة، مرأة العصارة والمعصرة، اللي راه حزب بلا نساء بلا شباب راه حزب معاق، يعني المرأة العصارة والمعصرة عندها مكانة خاصة في الحزب، لهذا إن شاء الله قريب غادي نكون مؤتمر حزبي نسائي، وليا طلب اليوم اللي يكون رؤساء الجامعات بالخصوص، خص تكون مقاربة تشاركية بيناتنا، خص نمارسو سياسة القرب. أنا بابي مفتوحة لكم علاش كنهضر من المنصب ديالي، وخصكم تعرفوا بلي المنصب ديالنا لا أنا لا السي كامل لا السي عبد الواحد، راه هو تكليف أكثر مما هو تشريف، يعني راه كيكون عندنا واحد الهاجس كيفاش غادي نكون عند حسن الظن الجميع، باش نكون عند حسن الظن الجميع أنا حنا نعرفو ونتعرفو عليكم كاملين، وراه حنا كنتعرفو على مدينة تازة، مي كنتعرفو بواحد الإجمالية، أنا خاصها عندها خصائص، خصائص موهوبين، هذا كلشي كيوافق لي رأيي فيه. ولكن راه اهل مكه ادرى بشيء ادرى، لهذا يعني انا للوقوف هذه اللحظه التاريخيه المهمه في بناء حزبنا بناء تنظيميا قويا برجاله ونسائه وشبابه وشيوخه. الثالثة على المستوى الإقليم، هذه المحطة ما يمكنني نقول من خلال هذا المقر اللي تم إعادة الثقة في شخصية تسير المؤسسة الحزبية على المستوى الإقليم، حزب الأسرة والمعاصرة، أن يقول للرفقاء السياسيين ألف وألف مرحبا للاشتغال جنب إلى جنب من أجل كسب أكثر لمشاريع خاصة للإقليم. الحمد لله داز الانتخابات بشفافية وبشكل ديمقراطي ووصول كل المناضلات والمناضلين الحزب من كل دوائر ديال الإقليم من ودنبيل تهلة تيناس أكلول تازة، فكل كان حاضر واللي عبروا بكل حرية ونزاهة المشاكل والإكراهات اللي كيعيش الجماعات الترابية اللي كنسيروها واللي هما جايين منها كأغلبية ولا كمعارضة،
اللي احنا كنا في انصات طبيعة الحال خلال هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما لاحظتم كما تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم شهيد حزب الأصالة والمعاصرة اليوم مؤتمر إقليمي، وذلك جاء بعد سلسلة المؤتمرات الإقليمية بناء على تعليمات ديال المكتب السياسي وديال الأمين العام على أن تعقد المكاتب الإقليمية المجالس الإقليمية والمجالس الجهوية للاجتماعات الدورية السنوية، وذلك انخراطا من الحزب والقطع مع السياسات الموسمية ديال الأحزاب، يعني ديال السياسات الأحزاب اللي كتمارسها الأحزاب الموسمية. وبالتالي الحزب كيندار في سياسة جديدة نشيطة دينامية جد مهمة اللي من المراد ديالها أنه اليوم خاص نقربوا الناخب وانتخب المواطن، واليوم خاص نحاربوا العزوف، ولكن مناش نحاربوا العزوف الا بواحد السياسه ديال القرب، السياسه ديال التاطيريه بناءه معقوله واقعيه ومبنيه على امور اللي كتهم مناقشه ديال الوضع اليومي ديال المواطن من خلال المؤتمر الاقليمي. وشهدت هذه القاعه اليوم الحمد لله هذا المؤتمر الاقليمي اللي كان ناجح وكان حضورا كما ونوعا في المستوى، وان شاء الله الرحمن الرحيم في القريب العاجل غتشمع نتكنن هذه القاعه المؤتمر الجهوي ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وانا نعاود في الموضوع. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان لنا في حزب الاصاله والمعاصره في اطار الديناميه التنظيميه التي نقوم بها على المستوى الوطني بشكل عام وعلى مستوى جهات فاس كداس بشكل خاص، المؤتمر الاقليمي لاقليم تازا، هذا الاقليم المناضل الصامد الوطني الذي طبعا التأم مناضلوه في حزب الأصالة والمعاصرة ومناضلاته من أجل انتخاب الأمانة الإقليمية للحزب، وكما لاحظتوا تمت في جو من الديمقراطية، حيث أنه كان انتخاب هو الفيصل في اختيار الأمين الإقليمي. وهنا بالمناسبة كان نجدد تهاني ديالنا بالثقة الغالية ديال المناضلات والمناضلين في شخص أخي وصديقي سي عبد الكريم الهمص. اللي مهم عندنا هو التصورات والنقاش اللي كان جدي ما بين المناضلات والمناضلين حول التنميه بالاقليم، الانتظارات، كيفيه التجاوب عليها، الادوار اللي خص يقوموا بها كمنتخبين على المستوى الترابي في اطار التنسيق مع السلطه الاقليميه ومع البرلمانيين من اجل انتزاع مزيد من الاستثمارات العموميه، مزيد من الحقوق الاساسيه لساكنه اقليم تازا بكل دوائره الخمس. الوطنيه البارجه لحزب الاصاله والمعاصره وفي مسؤوليه جهويه باعتبارها نائبه رئيس مجلس جهه فاس مكناس عن تمثيليه الحزب، وفاعله مناضله نسائيه بامتياز، كتشرف اقليم تازا بالمواكبه ديالها المؤتمر الاقليمي لحزب الاصاله والمعاصره في تازا بهذه المناسبه. باش ممكن نصرحوا لنا الساده في هذه الاجواء الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. اليوم كما كتعرفوا تازا كتشهد واحد الاحتفال سورتو عن بابا، اليوم انتخبنا الامين الجهوي ديالها، الامين الاقليمي ديال حزب ديال الاصاله والمعاصره اللي هو كريم الهمص. وكما تابعتوا معنا ان الحمد لله الاجواء اخويه بيناتنا كانت منظمين، ان العنصر النسوي كان حاضر اليوم وبقوه الحمد لله. لي الشرف انني كنت كنت تجميع الباميات هذا النهار، مازال ان شاء الله الخير قدام، ومازال ما كملنا الجلسه ديالنا ان شاء الله. غير اللي هو مهم ان كان ترشيح واحد من طرف سي عبد الكريم الهمص، يعني ما كانش عنده منافس اخر او منافسه، تم التصويت عليه بالاجماع. الاجماع الاخوان كاملين كانوا كيشوفوا بلي السي كريم هو الرجل المناسب في المكان المناسب. وحنا اليوم ان شاء الله طرقنا لعدة قضايا اللي كتهم الباميين والباميات بشكل خاص، وكان همنا وهدفنا واحد هو ان ناخذوا اقليم تازا ونزيدوا به القدام، يعني الكل كيعرف اليوم في اقليم تازا كيعاني بزاف د المشاكل. اون جوايو اون كونسون جون سيتيوي او التعليم او المستوى البنيه التحتيه، واليوم ان شاء الله جسدنا كجسد واحد ان احنا ناخذوا بيد الاقليم، وما لا يؤخذ كله لا يترك جله. وشكرا لكم جميعا.